صمم مجموعة من الطلاب بالتعليم الفني في السويس روبوت يقوم بامتصاص الغازات السامة المتسربة من مصانع البترول والبتروكيماويات. مزيد من التفاصيل عن الروبوت في سياق التقرير التالي. ابتكر طلاب التعليم الفني بالسويس روبوت لمكافحة الغازات السامة في مصانع البترول والبتروكيماويات، حيث يقوم بامتصاص الغازات ومعالجتها كيميائيا بما يخفض من معدلات تلوث الهواء خاصة في المناطق الصناعية. في الأول كنا شغالين في مسابقة روبوت اسمها فيكس، دخلنا فيها في سنة 2015، فالحمد لله حققنا إنجاز فيها في المسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية وخدنا كأس المحكمين. لما خدنا الجائزة دي ابتدينا نفكر ان احنا ندمج مجال الروبوتكس في مجال البتروكيماويات اللي هو التخصص بتاعنا، فحبينا ان احنا نعمل روبوت بيمتص الغازات السامة وبيعالجها في مصانع البترول وشركات البتروكيماويات. ويمكن للروبوت ايضا باستخدام دوائر كهربائية ومستشعرات خاصة رصد الغازات المتسربة. نقدر نستفيد من المشروع من خلال ان احنا فعلا نبتدي ننفذه عملي. يمكن لما تيجوا تتفرجوا على الفيديو هتلاقي ان الروبوت بيعمل الميشن بتاعنا، وان احنا عملنا بروتوتايب مصغر ليه واختبرنا الجدوى بتاعته، والحمد لله قدر ينفذ الميشن والحاجات اللي احنا منفذينها وعاملينها. فاحنا نتمنى ان هو يتنفذ في شركات البترول والبتروكيماويات بحيث ان احنا نزود نسبة الامان في المصانع ونحافظ على العنصر البشري ونمنع حدوث اي حالات انفجار او تسريب للغازات السامة جوه المصنع. واجه الطلاب معوقات في طريق إنجازهم للروبوت، إلا أنهم لاقوا دعما من بعض الجهات وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم الفنية. ويأمل الفريق حاليا أن يتم تجربة الابتكار بإحدى شركات البترول لقياس مدى كفاءته. اللي بتقدمه حاليا الوزارة هي بتقدم تدريبات كويسة جدا، بس إحنا محتاجين دعم أكتر من كده شوية. إحنا محتاجين قرار سيادي علشان خاطر احنا عندنا التدريب ده مهم جدا. احنا بنعاني من قلة التدريب المهاري للطالب داخل المصنع، ده حاجة مهمة جدا. محتاجين قرار سيادي يخلي ان كل مصنع يستوعب جزء من الطلبة ان هم يتدربوا تدريب مهاري هناك عشان يمارس البيئة الصناعية السليمة. وبعد عام ونصف من العمل المتواصل حصل الطلاب على المركز الأول في مسابقة انتل اي سيف على مستوى الجمهورية، كما تلقوا دعما لتطوير مشروعهم من مسابقة مدارس التعليم الفني بوابة الابتكار الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي.